انتوما بالنسبه اللي عايشين في الغربه، نحاول باش نخفف عليكم الوضع نتاع الغربه هذه، باش نسهل الرجوع نتاعكم او بالاقل الاستثمار تاعكم في بلادكم، ولو تبقوا في الغربه وديروا مؤسسات ولا شركات في بلادكم باش تفيدوا الاقتصاد نتاع بلادكم. بالنسبه الاتصال المباشر مع الجزائر فيما يخص الاسعار نتاع التذاكر، فيما يخص هذه كل خاذينها بعين الاعتبار. ان شاء الله الصيف هذا كذلك تكون فيه اسعار منخفضه جدا ليكم. ما حاولت كذلك باش ما يضيعش العمل تاعكم هنا، باش تكون لكم فرصه كذلك باش تتقاضى وتقاعد في البلاد. المهم ماناش ناسينكم، انتم جزائريين، وتبعدوا ولا تقربوا تبقوا جزائريين، والجزائر بلادكم.